وهبته لي فاحفظن عطاءك الموهوب. يا سلام، لك مبدع يا يا ابو عمر رسول الله صلى الله عليه شاري وسلم. كله، لك يا شفيع الخلق حبا سرمدا. يا سلام، ولك يا كلمات من هذه؟ رسول الله شاري كله، لك يا شفيع الخلق حبا سرمدا. تعايش معي هذه كلمات الكلمة اللي صاحبي عبد العزيز العفيصل، والنعم والله. كلام تعايش ايش فصيح. معي الكلمة اللي انت لابسها الحين؟ سولو عبد الرحمن تعرفها؟ طبعا. ها؟ ابى اصرح انا عادي، بقول لك طبعا هذه الشركة قبل لا ادخل جوني قالوا انت تدخل، يلا تعال خذ البس ملابسك. قلت انت اليوم الثالث انا لابسه، ما عليكم ان شاء الله اليوم الثالث. اكتشفت ان اليوم الثالث كان حر، كنسلت. قلت الرابع مو بيجي شركة، برد. مو شركة، توني مو البس شركة، مو شركة، بطل بطل، مو شركة والله. هذه كلمة سولو. ادي ادي بس هي واضحة قد خلصت يعني. شركة قالوا لك البسها دخل برنامج. لا لا مو الاول شركة بس هذه، انا كنسلت. عادي يمكن يكون اسم شركة لكن هي يعني اسم كلمة، علي. يعني هي كلمة في الانجليزي. خلاص علي تعال ايش معناتها؟ وش هو؟ معناتها وحيد. الله الله تقريبا كذا يعني. على بالي معناتها فهمي. سولو الكلمة اللي عليه، اللي على صدره. ايش معناها سولو؟ سولو يعني توقف صح؟ لا لا يعني تركد. تركد اهدى اهدى. ايه اهدى من كذا يعني. لا لا حبيبي حبيبي طاح 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 لك امك يا عبد الرحمن، والله طاح لك امك. رماد رماد هاي التميمي ما يحترق، اذا احترق فيه ضمان. صح تميمي تميمي هذا عليه ضمان ذهبي سنتين كود الخاص الدوري 19 القوم. نهم واحد اعلان الفرصه الرحله تجيك، ما ينفع انك تشغل الناس يا ولد. تميمي 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 يا امك ذا تعرفه. دقت عقلي يا ماما مسوي لك مش حقك. هل تتمنى تغير الاسبوع القادم؟ انا راح اغير التميمي، يعني راح ابقى في التميمي اذا ما شرفت برايا. قول على الله. والله شوف التنوع، التنوع حلو تمام. هو التنوع حلو يا جماعه، بس لما التنوع احمد حلو، لكن اذا انت كان عندك هدف بعيد الساعه 12 ما تمشي هدف بعيد فانا احب اثبت على الهدف بعيد. يعني انا عن نفسي مشاري عمر مع المليون شجره، انا هدفي شوف بعيد. شوف انت باقتك ماسيه لا تكلمني. لا مو لا لا ما لها علاقه. لا 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 ما لها علاقه باقه ماسيه ولا مش باقه ماسيه. لا علاقه، لا لها علاقه، لها علاقه. تشتغل مع ناس لا علاقه، ذا بيتفلسف. تشتغل مع ناس انت وياهم في بينكم تفاهم عظيم. ناس لا قلت لهم قالوا تم على طول. طيب انا التفاهم العظيم مع ما قطع التفاهم العظيم اللي بينه وبين التميمي كلمني قبل 3 أسابيع مره واحده. اقوى تفاهم. مش 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 بس انه ما هو اعطاني المختصر. لكن اقول لك انت الحين يعني ليش اقول لك انت ماسي انت علي مصلط هذول خلاص متاجركم تشتغل عليكم من ورا وخلاص انتم ثابتين فيها من البدايه للنهايه. شوف اول شيء هذا توفيق من الله. توفيق من الله يعني. انا ليش انا شوف يعني انا اقول لك هاي أدخل انا ما اكلمك عن التوفيق اقول لك. لكن انت الحين مثلا انت اشتري متجر ثاني اوكي تعال قناه. بقول لك بقول لك ايوه الحين المكان احنا اللي جالسين فيه المشهد هذا سلمت. طيب خيمه الاباء طيب هذه مين الراعي الرسمي حقها؟ مليون شجره. مليون شجره هو الراعي لهذه، يعني ما في براند يدخل هنا تمام. ايه فانا لما اجي اشتغل مع وانا شركه وانا اشوف مرزع في كل مكان. اي لانه هو الراعي الرسمي لخيمه الشيبان. ايوه يعني خيمه ال ترى طاحت علي الخشبه هاك اليوم هذه. اي قومكم تكسرون انتم. كسرت راسي كسرت راسي وطاحت علي قد سواها يوم يهرج الفجر يهرج والله ست معاد ما اطبع. زين يلا كمل كمل لي السؤال. الشاهد من الكلام هذا كله شركه انا سمعت الشاهد هي الشركه اساسا انت لو تعرف قصتها ولو تفهم قصتها انت ودك تتمنى انك تشتغل معاها. بس يا اخوي انت ما وصلت شركه تجي دقيقه شركه انت ما فهمت سؤالي. انا والله عارف بس بقول لك شغله. شركه في 5 سنوات تمتلك مليون شجره، مليون شجره زيت زيتون تمام. والشركه جت في عام 2016 في عام 2016 جت الان هي تصنف من اقوى الشركات. وشو ما شاء الله شركة قوية. معناتها 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 شركة قوية. معناتها انت لو اشتغلت مع شخص زي كذا انت راح تستفيد منه، انت راح تستفيد منه شغلات واجد. نجاح لي شخصيا ان انا اشتغل مع شخص هو ناجح. صح ولا لا؟ الحين انت ما سمعتني كلمتي هناك في المستثمر ايش قلت؟
قلت؟ قلت الاعلان للناجح نجاح. بالضبط. والاعلان للجيد زين اقول لك، والاعلان واذا اعلنت للجيد حاول ظهر يعني محاسنه وتظهر الاشياء اللي فيه. لا غير كذا غير كذا غير كذا. اللهم لك الحمد، احنا عندنا شغله في من حنا انتم من منين شجره؟ ايش دخلك انت؟ شو دخلني؟ انت شريك معهم؟ انا وياهم شيء واحد حبيبي. لا شريك ولا معلن؟ لا لا اصبر ابشرك بتشوفون شغله الايام الجايه. اشاد ان اللهم لك الحمد ان فعلا فعلا يا الربع مو من ضاب تسويق، والله مو تسويق، ولكن اتكلم جد. اللي يجرب ترى والله العظيم مصلط جاهز نطلع برد موت ما تتعدى، يرجع مره ثانيه. مصلط جاهز بنطلع. لا لا عادي زين عادي جاهز 100%. جاهز 100%. تفضلوا على العشاء، تفضلوا على العشاء. لحد يجي جاهز 100%. يلا يا عيال، يلا شباب، يلا حمادة. طيب قول لعبودي، قول لعبودي تعال. الله يدخلك الجنة وياك ويسقيك منها.